هذه الظروف ظروف حقيقية، استطيع أن أقول أن الكيل قد طفح على المواطن الأردني. دولة زي الأردن ودول كثيرة صغيرة وليست لها سياسات مستقلة، هي مشاريع سياسية لخدمة مشاريع أخرى إقليمية أو دولية لصالح قضايا لا علاقة للمواطن الأردني بها. نحن يا إخوة لسنا طلاب، يعني كانت مطالب أكل وشرب وكذا، مطالب يعني آسف بهايمية، لا، نحن طلاب كرامة وطلاب حرية. تونس هي الحجر الأول في السد الذي انهار، لأن الاحتقان وراء السد كان قد بلغ ذروته. هذه النظم كلها حقيقة أخرجتنا من حالة خضوع الاستعمار إلى خضوع لإقطاع. الحراك السياسي في الأردن والمطالب بإصلاح النظام في ندوة خاصة على شاشة الحوار، تأتيكم يومياً من الأربعاء إلى الأحد في الأوقات التالية.